ودلوقتي خلينا نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتنطلق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية اللي بتستمر حتى 20 سبتمبر المقبل، وده تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة وفي إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، وده للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدر أساسي لإنتاج الغذاء. النهاردة هيؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الثاني الكيمياء والجغرافيا، وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني يتم أولاً بأول، مضيفة أن عدد كراسات إجابة امتحانات الدور الثاني قليلة ومن ثم يتم الانتهاء منها سريعاً، خاصة أن التقدير يتم بشكل إلكتروني في الكنترولات إضافة إلى تصحيح للأسئلة المقالية. كما أوضحت أن كراسات إجابات امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني بيتم مراجعة بيانات الطلاب قبل بدء التصحيح، كما يتم التصحيح وفق نماذج إجابات كل مادة بحيث يتم التصحيح بشكل دقيق دون مشاكل، وشددت على أن اللجان الفنية بتراجع نماذج الإجابة قبل عملية التصحيح للتأكد من نماذج الإجابة وأنها مطابقة للمواصفة الفنية للاختبارات. النهاردة العشاء الكرة الإنجليزية معادهم مع 7 مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، من أهمها مباراة أرسنال مع برايتون في تمام الساعة 2:30 الظهر، ومباراة ليستر سيتي مع أستون فيلا في تمام الساعة 17:00. مانشستر سيتي هيلتقي ويست هام يونايتد في تمام الساعة 7:30 مساءً.